أهلا وسهلا متبعي ومشاهدي جريدة عبير مباشرة من الدار البيضاء في بث مباشر جديد. هذا المنزل، هذه العمارة، هذه اللي مشات وجات، والناس خايفين تيخرجوا في حوايجهم كيف ما تشوفوا معنا على المباشر. هذا المنزل، هذه العمارة آيلة للسقوط كيف ما تشوفوا معنا، راه كاملة مشقوقة، وهاد الناس مساكن راه غادي يخرجوا، راه تيخرجوا في الحوايج ديالهم. كاين موسم دراسي، كاينين وليدات صغار، عائلات، فين غيمشيو؟ فين غيمشيو هاد الناس؟ قدر الله ما شاء، الحمد لله بعدا فهاد المصاب الجلال اللي ما فيهش شي كارثه، ما نتسناوش توقع الكارثه. الحمد لله دابا هما الناس راه تيخرجوا في حوايجهم، العائلة تيخرجوا في حوايجهم، لكن السؤال المطروح، هاد الناس فين غيمشيو؟ صراحه راه موسم دراسي، بدايه الموسم الدراسي، فين غيمشيو هاد الناس؟ العائلات مساكن فين غيمشيو؟ فين هو الدور دابا ديال الجماعه؟ اين دابا رئيس الجماعه؟ ما جاش دابا، ما جاش لا شي، ما عرفتش علاش ما جاش، واش ملاهي مع شي حاجه اخرى، ما فهمش. والغريب في الامر، دابا الغريب في الامر، الغريب في الامر هو العامل جا، ياك العامل جا، العامل ديال المنطقه جا، ورئيس الجماعه ما جاش، ما عرفتش علاش. هاد الناس فين غيمشيو؟ اجي قدامي يا استاذ، دابا حنا بوسيم دراسي، فين غيمشيو هاد العائلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سيد حمزه اصول، فاعل جمعوي وفاعل مدني. حنا كنتفاجئوا بهذا الخبر الساحق اللي نزل عنا كساكنه ديال زين اسحاق. حنا كنتفاجئوا بهذا الضلائل السقوط. بغيت نعرف انا دور المنتخبين ورئيس الجماعه هنا وحال السيد العامل بصفه ديالو حضر، وكذلك رئيس الدائره الحضاريه والقايده حضروا. حنا كنبغيو نوجهوا نداء للمنتخبين والمسؤولين على هذا المجتمع المدني، فين المجتمع المدني؟ كنبغيو نوجهوا نداء للمنتخبين اللي كانوا كيمارسوا علينا السياسه المهمشه حاليا، لا وجود لهم فهاد الفجيعه. العائلات فين غيمشيو؟ عندهم وليدات صغار حاليا كيف كنشوفوا هاد الساكنه دابا. حنا ما بغيناش تطرى الفجيعه عاد باش نبقاو نتجاراو ونتجاراو ونسير هنا وسير هنا. حنا بغينا نوفر لهم واحد المسكن والمركز الايواء، عطى الله مدارس، عاد كاين مدارس سميتو مغلقه، بغينا نوفر لهم المسكن حاليا قبل ما تطرى الفجيعه ونبدا نجريو. ما بغيناش يوقف، ما بغيناش يوقع كزلزال الحوز اللي كان سميتو كنعبروا على التعازي ديالنا، لان في الظرف فيه كتعتبر التضامن هو جد اجباري وليس اختياري. وانا كنوجه النداء ديال الرئيس مقاطعه الصخور السوداء، لحد الان ما كنشوفوش حنا كساكنه، كنوجهوا له النداء ديال بغينا يحضر معنا في هذه الفاجعه. دابا هذه الفاجعه خويا دورك كمجتمع حي محمد، خويا دابا هذه العائلات فين غيمشيو؟ مساكن موسم دراسي، عندهم دراري صغار، شنو هو الحل تيبان لك انت كمجتمع مدني؟ حنا ما كرهناش، كون كانت اليد وحده لا تصفق. واش هذا الشيء ما تدويوش عليه مع الجامعه؟ حنا بصفتنا كمجتمع مدني وكفاعل جمعوي وشخصيا كندوي على راسي، كننسق معاهم، ولكن لا من موجب. انا طرقت الباب ديال الجامعه عده مرات، طرقت الباب عده مرات، وتم من عيش شحال من لقاء تواصل كيعقد رئيس المقاطعه في الاجتماعات مع المجتمع المدني. وكنبغيو نوجه نداء سميتو صاحب جلاله الملك باش يتدخل في هذه الفجيعه ويحمينا من رئيس يحمينا من رئيس رئيس الجامعه اللي كمارس عن الدكتاتوريه. وحاليا حنا دابا جايين ساعتين ونص جامعه الصخور السوداء، حنا دابا حاليا ساعتين باش تطرات هذه الفجيعه، ورئيس المقاطعه الصخور السوداء في غياب تام. والعامل جا، والعامل السيد العامل اشرف على هذه العمليه وعطى التعليمات كذلك السلطه المعنيه بالامر، السلطه المحليه، وتحيه الامن، وتحيه السلطه المحليه، كل شيء. وحنا وفي غياب تام لرئيس مقاطعه السوق، هذا الشيء يحزن. دابا انتم مجتمع مدني ملي تطريحوا مازال في اللقاءات تواصليه مع الجامعه، انا ما بغيتش نهضر على بغيت نهضر على واحد النقطه. انا حتى انا خديت واحد الموقف من مقاطعه الصخور السوداء، فما كنبغي نحضر شي دوره كيمنعوني، وهذيك المقاطعه كتعتبر مقاطعه الملتمسات والبناء. فما كان رشيد، شفت شي مكتوب على الصخور السوداء ولا مكتوب على حي محمد؟ لا الصخور السوداء تابعه للصخور السوداء هذه، ياك الصخور السوداء تابعه للصخور السوداء، من هنا الصخور السوداء، هنا الصخور السوداء، حتى انا سهل من هنا الصخور السوداء ومن هنا الحي محمدي. كاين شي حل دابا باش نساعدوا هاد الناس؟ حنا لحد الان باقي ما كاين، ما توصلنا ما حتى شي خبر حاليا باش يفاجع الساكنه، حيت هناك عده مدارس مغلقه باش هاد الناس يمشيو ماوى باش يداروا فعلا، لانهم هناك مقبلين على سميتو على الموسم الدراسي. وكيف كتشوف ان الوضع مزري هناك؟ داو الوليدات راه قارين دابا، اللي كيف دابا غيجي من المدرسه غيلقى حوايجو في الزنقه. واش نقول لك سميتو السيد العزيز، والنفسيه جد محطمه كيف كتشوفها انت
الوضع كارثي حاليا، ولكن السيد رئيس الجماعه لحد الان باقي ما بانش. حنا كمجتمع المدني حنا حاضرين ومدعمين، والتضامن ديالنا كنعتبروه تضامن اجباري وليس اختياري. ولحد الان فينا هو رئيس الجماعه؟ فينا هو المنتخبين؟ اين دور المنتخبين حاليا؟ المنتخب واش كيعرفونا كيجيو في 50 دقوا علينا؟ فينا هو دابا في هذه الكارثه؟ حتى منتخب عطينا شي منتخب من المقاطعه الصخور السوداء حاضر حاليا؟ عطينا شي منتخب، شي منتخب يبان لي دابا انا ما كاين حتى شي منتخب. انا بصيفتي كفاعل جمعاوي الامل والسلطه مشكورين، مشكور. شوف عاش الله الوطن مالك، عاش الملك. حاليا حنا ما كنعرفوا لا منتخبين ولا عبتي علاش، حنا كنشكو سميتو كل الدعم ديالنا للساكنه، حيت حنا كنعتبر واحد سميتو يد مع بعضينا، وقوه قوه قوه سانده، قوه خارقه اللي كتحارب جميع الخروقات. شكرا. متبعي ومشاهدي جريده عبر متبعي ومشاهدي جريده عبر، الحمد لله بعدا اللي ما وقعاتش شي كارثه، الحمد لله اللي فرغوا الناس دابا تيفرغوا في حوايجهم. لكن السؤال المطروح، هاد الناس هاد العائلات فين غيمشيو؟ هاد العائلات على الاقل خاصها تكون واحد التنسيقيه ما بين الجماعه وديك لجنه التعمير وهاد الشيء ديال المنازل الايلة الصخور، وهاد الناس خصهم يكونوا معلومين ويكونوا مخبورين وتجي وفهمتيني القحه اللي يمشي يكري ولا تسطي شي ماوى فين يعيش. لان راه اسار هادو، راه ماشي راه اسار، راه عائلات، راه عائلات، راه هاد راه شحال غنلقاونا، غنلقاو اكثر من واحد 10 العائلات ولا فين غنديوهم؟ حنا عارفين الموسم الدراسي صراحة انا نقول حاجة واحدة، انا عشان نعرف المغاربة شي ضامنوا، المغاربة راه بينوا ابانوا عن التلاحم ديالهم وفي الازمات وفي في زلزال الحوز شفنا التضامن ديال المغاربة كاملين. وصراحة صاحب الجلالة اللي صاهر دائما على صغيرة وكبيرة واللي عطى الدراسة ديالو وعطى الدعم ودار صندوق الدعم، شكرا للجيش المغربي، شكرا للجميع. لكن حنا دابا ماشي في زلزال الحوز، حنا الحي المحمدي، هاد الدار هاد الحمد لله ما وقعاش الكارثه، ما طاحش ما والو، الحمد لله الحمد لله. الناس يخرجوا في حوايجهم، فين غيمشيو هاد الناس؟ تنتمنى من الجهات المعنيه او المسؤوله الجماعه والمجتمع المدني باش يديروا شي حل لهاد العائلات مساكن، لان هاد العائلات راه تيبان لي واقيلا راه الشارع، تيبان لي المصير ديالهم الشارع. راه غنلقاو واحد جوج عائلات ولا ثلاثه ضروري عندهم فين يمشيو وعندهم عائلاتهم او ولكن راه كاينين عائلات راه ما عندهمش مساكن فين غيمشيو، راه اللي بان لك حوايجو باقيين هنا عارف راه ما عندوش فين غيمشي. متبعي ومشاهدي جرده عبر، تنتمناو باش الناس تدخلوا القلوب الرحيمه ونضامنوا، احنا المغاربه معروف علينا وشي ماشي جديد علينا، نضامنوا مع هاد العائلات هادو على الاقل لانهم عندهم وليدات صغار. والله شوف ساكن تيهبطوا حوايج من الشر جام صراحه، والله شي محزن. ما عرفتش غنقول لكم الصوره اللي انا وتعليق لكم، الله يدير شي شاول ديال الخير. تنتمنى من الجهات المعنيه ورئيس الجماعه باش يجي يتدخل في اسرع وقت، يلقى شي حل لهاد الناس، يلقى شي حل. الحمد لله ما وقعاتش الكارثه، لكن راه هذه هي كارثه، ملي ولوا وليدات الشعب مساكن في الزنقه، دابا وليدات غيجيو من المدرسه مساكن غيلقاو حوايجهم في الزنقه، كيفاش غتكون عندهم هاد النفسيه؟ كيفاش؟ الله يصاوب، الله يدير شي شاول ديال الخير. متبعي ومشاهدي جريده عبر، نستودعكم الله في بشر اخر، الى اللقاء.